من مؤشرات. وأنا أقول أنا جريء في كلامي وصادق في كلامي وموضوعي في كلامي، ولا أنتصر لشخص دون آخر. أنا أقول كلمتي كالسيف، كالسيف، حتى لو كانت مع ابني ولا أخي. القروض، الأموال التونسية، هل يمكن أن يستقيم الأمر مع وجود الفساد؟ الأموال التي خرجت بعد 2011، الأموال، أموال الشعب المنهوبة، لماذا لم تستردها تونس؟ أليس هناك أيادي مختلفة عبثت بهذا الملف؟ القروض التي خصصت لمشاريع، نعم قد أنجز بعض المشاريع، لكن أين بقية الأموال؟ أين ذهبت؟ إذن لابد من عملية إعادة. أنا أقول أنه الانتصار لقانون آدم وحواء والتفاحة، لن أستعمل تعبيرات غربية وغيره، الانتصار لقانون، وهو أول قانون، انتصار لقانون آدم وحواء والتفاحة. ماذا يعني هذا القانون؟ يعني أن رب العالمين سبحان الله أعطى لآدم وحواء كل الجنة، وقال لهم شيء بسيط جدا، أن هذا مال حرام، التفاحة، لا تقرب هذه الشجرة. أول عقاب إلهي للإنسان، لا تقرب هذه الشجرة، نجد أنه ترك كل النعم واقترب من مال الحرام. لذلك أنا معك لا يمكن لأي قرض، لا يمكن لأي مساعدة، لا يمكن لأي هبة، لا يمكن لأي نعمة داخلية داخل التونسي وتونس حقيقة فيها النعمة، حقيقة فيها الثروة. وثروة الرجال، ثروة النساء في تونس تبني قارة. المختصين في الهندسة وفي الكيمياء والفيزياء حقيقة، ليس في تونس، حتى في دول عربية أخرى، كيف نفس الشيء، تبني قارة. نعم. لماذا لا تبني الأوطان؟ تذهب وتهاجر بالعقول إلى خارج، تذهب وتأتي في ألمانيا ولا فرنسا ولا كندا، أنت تعطيها ثروة كاملة أنت صرفت عليها في الابتدائي وفي رياض الأطفال وفي الإعدادي وفي الثانوي وفي الجامعة وخرج دكتور. إذن هذه الثروة تؤخذ إلى خارج تونس لكي توظف وتشتغل وتعمل وتكون غريبة في بلدها. إذن لماذا نغلق في هذه الدول؟ مسألة أخرى، مسألة الهبات، أيضا أقول لك مسألة الهبات، لماذا هناك أطراف تتدخل لحرمان تونس من الهبات الأجنبية؟ شكون الأطراف اللي تتدخل؟ تتدخل أطراف كثيرة جدا لتمنع وصول الهبات، نفس الأطراف التي تدخلت في عدم عودة الأموال المنهوبة. الأموال المنهوبة في سويسرا ودول أخرى هي ذات الأطراف التي تتدخل لتمنع وصول المال إلى تونس والشعب التونسي. لماذا لا يقع نوع من التكاملية ما بين القطاع العام والخاص، ويقع الاشتغال؟ أربع شركات خاصة تنجم تشتغل في المناطق المهمشة وتشغل الرجال والشباب والبنات المهمشين في الشارع. إن كنت أكفر قل لي.